وجعله من أكبر كبائر بعد الشرك بالله. عند أكثر أهل العلم أكبر كبيرة بعد الشرك هي قتل النفس. بعضهم يقدم الصلاة، بعضهم يقدم الزين، لكن داخل حدود السبعة الموبقات هي قتل النفس. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. الله يرضي عليكم، وقفوا مع الايه هذه وتكملوا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا خرج به الخطا، يقتل عمدا مع سبب الاصرار والتنصب واستعمال الاف كتب الغالب فجزاؤه جهنم. هل وعد توعده الله بجهنم خالدا فيها؟ هل وعد ثاني؟ وغضب الله عليه. في اليوم الذي تحتاج فيه الى رحمه الله اكثر من غيره من الايام، ربك غاضب عليك. اليوم الذي يغضب فيه الله غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده غضبا مثله قط. تقف انت ايها المسكين في عرصات القيامة وربك غاضب عليك لأنك اعتديت على النفس البشرية التي خلقها، تعتدي الحدود ديال الله. ولعنه، اللعنة تطر من رحمة الله. شو غير الآن تاكل يعطي ابتسامة، ما تجيش عندي ما توصلنيش، تضيق لي في الدنيا ما تقبلش. كيف برب العزة إذا طردك الله من سيؤويك؟ وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. الاعداد، اعداد عذاب، هذا من قاتل النفس. وقتل النفس تستوي فيه النفس المؤمنه وغير المؤمنه. هنا هذا ايه يوم يقتل مؤمنا، لكن ورد في حديث من قتل معاهدا. شنو هو المعاهد؟ نصراني، يهودي، مجوسي، ملحد، مشرك، غير مسلم، دخل الى بلاد الاسلام بعهد، دخل بوثائق، دخل بأمان، الدولة أخرج البلد وجيت تقتلو، معاهد، واخا داخل البلد بالأمان، ما هزش السلاح، ما هزش القرطاس، ما دير حتى شي حاجة، جاي للبلاد ديال المسلمين. من قتله لم يلح رائحة الجنة، ما يشمش رائحة الجنة، عادي خلاها. الرائحة تاع الجنة مش أش قتلها، لا قتل يهودي ولا نصراني، أي واحد. أن النفس البشرية يعني عندها واحد مكانة يعني عظيمة عند الله عز وجل، لذلك يجب الحفاظ على هذه النفس التي خلقها الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول في محكم كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقتل النفس جريمة من أكبر الجرائم، ولحفظ النفس مع الأسف بالنسبة لجرائم القتل راه ما كانش هاد الجرائم في بلاد المسلمين، لكن مؤخرا كثرت الجرائم، وجرائم يعني بيستعملوا فيها من اساليب الوحشيه ما يدل على ان الناس بعدوا عن الله ونزع الله رحمه من قلوبهم. عندنا في المغرب كل عام 600 جريمه قتل، كل عام في المغرب 600 جريمه قتل، هذه احصائيات رسميه ماشي في الدار بلاد وحدها. عندنا 340 جريمة. أول مدينة في جرائم القتل في المغرب هي الدار البيضاء. هذه المدينة هذه اللي حنا فيها رتبة 5. لكن جرائم القتل فاش حنا صغار جريمة كتسمع، كتسمع جريمة قتل مرة 4 5 سنين، كلشي كيسد في بالك، كلشي خايف، كلشي راه واحد قتلوه في ثالث هاد، مازال في ثالث هاد مازال كنترعب. هذا ما كيتقلب الوحدة.